بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اكسن داو ديال ملك شنو دوني ديال كيوتيوب تاعي وشنو هذا قناه في يوتيوب كافتحنا برودكشن وقناهات كلاش وكرتو برامج ديال باهيو الشيء ديال جا تاعو كوشو بير قناه كسبسكرايب شالو على مدى كبره الكفرو برنامج ديالكم ماشي غير طول عام شنو هذا من حولها هذوكا وحقوا فغارك الشيء الو اب ابشريو الا انكرو حقبض دوله شنو كامل وحو يري محلو شيء لا يا روح خبط كينا محلو جهد لا يا يقول هي انه قري محل الله يحقر يا محل دوله تيدو وكسبريسا ان اكوايو وراك ان اريو سمايني بل اله هذا كل اللي كلام بس ادي لفا وحو يري وراك جيجا ان سمايني محلو انكريا وحو يري محلو شيء لا يا وحو يري محلو جهد لا يا وما تصور عليا بحي سجاينا تري بل ما تكون هناك تاسير عليك بشغولة وكدودية صوت الله انكريو وحقبت كدولة ديسة اوهو لكاس الشيخ وسكدي اما وحنا واكم بوليس وعباك قل ثمان الله وحبا دلكم بوليس تارا نشيقي هلا الشيخ قال لنا يدلكم وحا اي قبسزان يدلكم نشيق وقاري ماذا حوين هل كاكو جوجي كما صوق ابو وحقبت كاقبا ما انكريا وابا العام كما صوق ابو اذيقا وحقبت كدولة دي فرماجي مشيقي جتي مر علي مركا عاد مقشو وحقبت كي فرماجو اي دولة دي سي وحقبت كي هي ادى النساء اي فهد ياسين بحسن من جيت وقتها معارك اي وحرم ادتك الى انتصو دتك رأي الى اركان حسن شيقا ما انت لو وراجي بحلو اركي لأيه وقت كي فرماجو وراج مشي نجري وحقبت كي دولة دي كور ريسي مقري جري هدي جوابتو هاتعي الله هيو مدحوين فرماجو اصو اماري مدحوين فرماجو اوري فرماجه وحبو قبطي وحنا الله ينهي والا قردريه لكن هدوس الشلي ايه يجري محين وكنت ما بكرنا وحنا نلوه ذاك دولا وربحين حيصان ونحسن شيخنا أبقود دعوة دونتان وقتي ومعارض كأهاي يسنو وقل جري مضحن يكون ريسي يما انت قيلان وكم وجريه ما دام اللقا هري من اولا يتنبلي برانج هيا تكون دعوة دونتان كوغرس وقبي دولا حتو قاوة عندو منحتو يدي ويدي قلي نيسا رك دفاع ايان الليه عبتو ما وربي كنعي مدحويني جهورر حق لأيو لكرمية وحا أقرر لأي هيداد كان عرس كسو صعلا عيد كان دفاعلا وميد يحتاجن أو أبو يران ما أنتو بكر أقاعدة دم عيسى إيا بربر كأولا دور يدلك عيد كان دفاعلا لأيه كوي لعاك تلقو سي جرام وحي أول لأيهين إني كهر تغام داد كان إسباحيستي إي مقع صوماني ما كدوريا إي فنتو مشيري يدول دحسن يبعتنا هاي ستة لو كل ما تري أفضل هي من حويني دولة دي سي سي قصة هي الآب وافتي بدولة حل جيم عرض كفر ما جاء يكون هاي ويكون راح يسنجري إن الوحش شجر دولة دي من حويني فر ما جاء وقت كاس ما أنت روح يدور قادة رأيه مدة كون إيوة من أحتوي الجوا شان سرعي عرض هاي الله بس سرعي قيل الله ما أتكي سكران تمو جديد سيدا لو حلوه معارضة يقانا سيدا لو أتكست بيقانا انت حسا الشيخ كبخيسا او قيل الآن فرماجة موجود جري وقتك اي معارضة كاكو احايا وحن رمضان كسوماليا وحبضا لك كسومينا اللي لو داقو نبان تنك سورو هذا كسورو هذا جنة الصومالي ودهيا ومد الصوماليات وحي حقيقة وصوبرنقا جنة لقاجة عليها سورو وحن أركب من حوالي حسا الشيخ محمود وغير الآمنين وحقبت كدولة دي محل وشي لأيه محلي حقرية محلي أمان لأيه محلي ليوء ألاس لأيه محلي بيواي ضد كورنا محلي بيواي ضد الحرية يوهي لأيه من أحوالي حصلوا أنا أحكى لكم ما يهي هرت مرقاتي ومبهن علي مرقاتي وحاتي لهذا كوكو مرقاتي كعا إلا أن هذا الكاغو وسك سكيري مرقاتي كوشيغا وما بين القفك لأن كاجي كاجي يرقو عن قفك لحال كان كيرو كوكو مرقاتي فرا أف كاجا كوكو مرقاتي أه أدي وحل جي فرماجو ولا يقدر يدي فرماجو مشي يجت ما كان هذا الشو محاكو هذي جت مر وربو أدمي ديها تمارا كلمة دارو مكون جري جت إن أذكرتو وحقبت كي دولة دي فرماجو دي ونورينتي عينك كخارك والأنتي عينك ما أنت دجال كشباب كوجرة فرماجو بس وحد كانت تكتلابه كون تضبيه التمنى والأقل لابه كون يو تضبيه التمنى بشي فبروري مركي لغاية بولي سنة فرماج عيدا كيو كالوري بسنة وإكايين
ciidankii aad la wareegtay 2022 sidii oo ekaayeen waa kaafi kala dheer ciidan qaran oo awood leh oo la isku halayn kara lagu ku rajeeyo hal maalin wareegga farmaajo ma sheegtay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ila daawadaan madaxweynaha maanta la wareegayo waxaa loo qarinayaa siduu u dagaalami jiray waqtigu mucaaradka ahaa siduu dowladda farmaajo ula hadli jiray siduu fahmi yaasiin wax uga sheegi jiray ila daawad afar sano ka hor meeshii aan uga tagnay ayay qadiyadda badda weli taagan tahay afar sano ku dhowaad meeshii aan uga tagnay taagan tahay waa la yidhaahda waxaan rabaa mugda dadku inaanay waxba aan la isku duugduugin oo la kor marina sida waxa uu wax walba magaca ay leeyihiin inaan u bixinaan rabnaay faad madaxtooyada oo agaasimo ka noqday waa la ogyahay wixii madaxtooyada ka dhacay wuxuu agaasimaha ka ahay hay-adda nabadgudu tegay waa la ogyahay wixii nabadgudu ka dhacay wuu kala diray nabadgudu waa dumiyey dumintii uu dumiyey ayada keligeed ma dumine ciidanka dowladda soomaaliyeed waa dumiyey oo nabadgudu kor dumiyey maantana siyaasadda waxa dumiyey waa isaga waay madaxweyne marka madaxweynahani sidiisaba nin un colaad inuu horiyo ka shaqeeyo waa waxa gada ka socda waa aragtay maamul goboleedyad waxa labadii aqale baarlamaanka meeshuu kala geeyey ay kala joogaan maanta eeg shantii dowlad goboleed meeshay kala joogaan arag dowlad goboleedyada dhexdooda arag hiiraan wuxuu ka sameynaa arag gado wuxuu ka sameynaa arag war ninkan dadka soomaalida weli sooma ayan fahmin qaarkood laakiin ii kaadi dadka soomaalida weli sooma fahmin qaarkoode laakiin waqtigaa ku socdee ninkaan nin nabad ka taliya maa nin sidiisaba colaad ka taliya waay hal maalin uu nabad ka taliyey qofkii sheegtaan anuu rag u aqaana waqtigii farmaajo sidan ayuu hadlayay faadaasin sidan ayuu wax uga sheegay farmaajana saasuu wax uga sheegay hal maalin intuu meel yimaado ma dhihin dowladdan wax badan bay qabatay maantana saasu u jaraynaya maxaa lay mucaaradayaa maxaa waxa laygaga sheegayaa maxaa wanaaggayga loo arki waayo maxaa lay ammaani waayo madaxweyne adigu dadka ma ammaani jirta waqtigii aad mucaaradka ahayd dadka ma ammaani jirtay maanta ummadda soomaaliyeed siyaasiyiinta iska dhaafay shacabka ku qabuurihii ma faagatay dad shacaba ayaad maalin cad ku duulaysaa war intii nooleyd iyo intii dhimata cid kaa badbaadaysa malaha sidee lagugu saabatuma wax wanaaga oo aad horu geysatay ma jirtaa maanta ma waxaan u hiilinaa madaxweyne hub la soo degaya subxaanaka yaa cadiim ma waxaan maanta u hiilinaa madaxweyne 2024 qabiil hubaynaya ma waxaan maanta u hiilinaa madaxweyne qabiil wanaag ku degan meel qabiil kaloo darisla isku diraya cabud waaqiya iyo weerari kara reer cabud waaqiya iga soo afjari kara ma intaas keliya maanta kugu hiilin karnaa madaxweyne maanta marka meesha sii maraysa dabujadiid shan sano ayay mucaarad ku ahayeen dowladdii farmaajo wax aynan farmaajo ka sheegin ma jiro wax aynan wax uga sheegin oo allaylahay aan dhihi karo way u naxariistay dowladdii farmaajo malaha maantana bal eega waxay adkaysan la'yihiin muddada kooban ay joogaan waxay adkaysan la'yihiin inta ay maanta dalka maamulayaan saasay u jaraynayaan maxaan annaga u heli weynay dad annagana difaaca way yaraadeen dadkii shacabka dadkii noo soo jiidi jiray dadkii durbaan beena noo garaaci jiray dadkii aqliga lahaa maanta way ka yaaceen dowladdii farmaajo ayaa loo wada yaacay maamulkii farmaajo loo wada yaacay xasan sheekh waa laga yaacay yaa gacanta lagu hayaa yaa muuqda maanta oo aanu dhihi karnaa allaylahay 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 iyagu dhihi karaa wax aynu aragno oo maanta ummadda soomaaliyeed dowladnimo jirto maanta lagu ammaani kara ma jiro xildhibaanadii golaha shacabka banaanka laa taagan runto madaxweyne baarlamankaagiyaa kaasoo horjeeda shacabkiibaa kaasoo horjeeda dadkii dadku xiga kaasoo horjeeda magaaladii muqdisho ayaa hub laga diyaarinayaa laguna diyaarinayaa geerisho ku yaalla caasimadda yaa kuu haray cid maanta soomaalinimo kugu imaan karta ma jirto qof walbana waa u fahmi karaa marka maxaa lay ammaani waayay maxaa wareegeyga loo arki waayay 2024 in aynu madaxweyne aan ka maqalno akhligayna aad uga jidiya aan aragno dulqaad la-aanta damujadeed iyo meesha ay ku dambayso waxay ku soo kordhaa isha ku hay channelkan youtube-ka aftahan production nabadgelyo